أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. هذه مداخلة من الشبكة من فرنسا، يقول ما موقفنا من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة وتفصيلا، هل هم من الخوارج أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. الذين يكفرون عموم المسلمين هؤلاء من أشد الخوارج، بل هم أشد من الخوارج، لأنهم ما استثنوا أحدا، حكموا على جميع حكام المسلمين بأنهم كفر. هذا أشد من مذهب الخوارج، لأنهم عمموا. نعم.